هل يجوز لمن أدى عمرته أن يخرج ليؤدي عمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يجوز لمن أدى العمرة عن نفسه أن يؤدي عمرة أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى العمرة، لأن له من الأجر مثل أجر من عمل بسنته، فله أجر المعتمرين وأجر الحجاج وأجر الصائمين والمجاهدين، كل عمل يعمل تعمله الأمة فله مثله عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى أنك تعتمر عنه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حقه عليك الصلاة والسلام عليه، كلما ذكر كلما سمعت ذكره تصلي وتسلم عليه، وأيضا حق الرسول عليك المتابعة والطاعة، أن تطيعه وأن تتابعه، تعمل بسنته وتجتنب البدعة وتجتنب ما نهاك عنه، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.